سيد الكاظمي وسيد برهم صالح كلاهما تكاد تكون كل الممارسات المدنية بالنسبة لهما حاضرة في هذا الموضوع. أنا أقول هم عبروا عن طبيعة مستوى الأداء الراقي والتداول السلمي للسلطة، ودعيني أقول لا يتعدى الوقت أقل من دقائق معدودة نزلت تغريدتان في هذا الموضوع. بمعنى هذا المجتمعات الراقية والمتقدمة التي تمتلك نخب سياسية بالتأكيد لابد أن يكون هذا المستوى العالي من طبيعة أداء المهام، لأنه لا يمكن لأي أحد أن يتمسك بالسلطة، وكلنا يعلم تماما أن العملية جرت بكل سلاسة، واستنادا فقرة 76 من الدستور الذي يكلف رئيس يعني يكلف مرشح الكتلة الأكبر برئيس يكلفه رئيس الجمهورية، لذلك جرت هذه المراسيم بكل وداعة.